خالد الأملوكي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجامعات المحلية والمنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بعدما توصل المكتب الجهوي بمعطيات موثوقة وغير مفهومة حول مجريات هذا الامتحان وتم استدعاء مدراء هذه المجالس المقاطعات الخمس، وتم استبعادهم في آخر لحظة من الامتحان، في حيث وتم استبعاد المدير العام للمصالح من رئاسة اللجنة. أصدرنا بلاغ حول هذا يوم ثلاثة، نددنا فيه بهذا الخرق المسطري اللي شابه الاختيار ديال اللجنة. واليوم احنا كما تعلمون بأن اللجنة كانت لها ثلاث لجان، ليست لجنة واحدة، كانت لجنة واحدة ثلاث لجان، من بينها اللجنة ديال إعداد الامتحان، اللجنة الثانية ديال التصحيح، واللجنة الثالثة ديال الشفاوي. في حين أن اليوم على الأسماء اللي تم الإعلان عليها مسبقا كاين أسماء غير معروفة وغير مشهودة لها بالكفاءة وبالجدية وبالمسائل، في حين غابت هناك أسماء وازنة في جل مجالس ديال المقاطعات الخمس، وجعلت هذه المحطة، هذه المحطة ديال الامتحانات ديال الكفاءة المهنية، جعلتها السيدة الرئيسة ديال جماعة الرباط هي محطة سورية لإقصاء بعض المنافسين ديال هذا، وجعلتها في نفس الوقت فيها أسماء، تمرر فيها أسماء اللي هي في الحقيقة أسماء غير معروفة وأسماء غير أنها تتحضر، في الوقت اللي غابت فيها أسماء أخرى مشهود لهم بالكفاءة وبالتضحية وبالجدية من قبل رؤسائهم المباشرين. وقلنا للسيدة الرئيسة قبل إجراء عملية ديال الامتحان، قلنا لا لابد احنا كشركاء اجتماعيين ونحن من النقابات الأكثر تمثيلية، لأننا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هي ثاني نقابة حصلت على نسبة ديال عدد الأصوات وعدد المقاعد المحصل عليها في مجلس جماعة الرباط، هي الثانية على مستوى الرباط في الجماعات المحلية. هذه من جهة. من جهة أخرى اليوم نحن نستنكر هذا الإقصاء اللي تعاملت به الرئيسة مع الشركاء الاجتماعيين، في حيث أنها حتى الآخر لحظة من اللحظات أنها لم تحترم الرئيسة حتى القرارات اللي صدرتهم، القرارات اللي تم الإصدار ديالهم. كان القرار ديال المساعدين التقنيين اللي تم إصداره يوم 5 غادي يدوزوا امتحان ديال الكتابي ديال المساعدين التقنيين اللي داو منهم 148 واحد، 48 موظف وموظفة، في حين أن الإعلان على الامتحان ديال بالنسبة ديال الشفوي كان غادي يدوز نهار 19 نوفمبر، في حين أن الموظفين أتوا إلى هنا ولم يجدوا أن الأبواب مفتوحة باش يمروا العملية ديال الامتحان. هذه نقطة. النقطة الثانية هي الامتحان اللي كان يوم 12 بالنسبة للمحررين والمتصرفين والإداري، المحررين الإداريين والمساعدين الإداريين وتقني الدرجة الأولى وتقني الدرجة الثانية، في حيث أن الامتحان داز يوم 12، والمفترض أن اللي غادي يجي يدوز شفوي هو في 26 كما منصوص عليه في القرار اللي تعلق في البوابة الإلكترونية في البورتاي ديال البوابة الرقمية، في حين أن يوم 26 عاوتاني نفس المشكل، ولم تكلف الرئيسة نفسها عناء أنها تجي دير بعض القرارات ديال تأجيل الامتحان إلى آخره. واليوم احنا نطالب من سلطة الرقابة في شخص السيد الوالي بأنه يعيد النظر في إجراء هذه الامتحانات ديال الكفاءة المهنية برسم هذه السنة ديال 2023. كما جرى العرف دائما في تنظيم ديال المباريات ديال الامتحان ديال الكفاءة المهنية، كانت مجلس جماعة الرباط في السنة الماضية والتي ترأست السيدة الرئيسة، هي الرئيسة ديال مجلس جماعة الرباط، استدعت في السنة الماضية مدراء ديال المجالس ديال المقاطعات بخمسة، واليوم تم استدعاء هذا المدراء ديال المجالس المقاطعات في وقت سابق وفي آخر لحظة في يوم السبت اللي غدا يوم الأحد سيكون الامتحان، تم إقصاؤهم بشكل متعمد
وصيفطت ليهم عبر الكتابة الضبط بأنه هو راه ما كاينش في اللجنة ديال الامتحان. وهذه المسألة هذه هي وقع واحد الاستياء في صفوف ديال الموظفين، لأن حنا تنعرفوا كاينين موظفين وموظفات موضوعين. راه الإشارة ديال المجالس المقاطعة بخمسة، اليوم أعطيونا المعايير التي تم اعتمادها وشنا هي المفاضلة بين الموظف ما بين زيد وعمر، على أساس أنك تنتقي في ملحقة ما، في ملحقة تم تغليب بعض الملحقات الإدارية بنسبة النجاح 100%، في حين أنها غابت مجالس مقاطعات أخرى مثل مجلس مقاطعة حسان ومجلس مقاطعة اليوسفية ومجلس مقاطعة السويسي ويعقوب منصور إلى آخره. حوار مع العمدة حول هذا الموضوع هذا؟ حنا في البداية ديال الحوار على مؤسسة الحوار الاجتماعي قلنا لها لابد من الإشراك ديال الفرقاء الاجتماعيين اللي داخل فيهم، هنا ما يسمى بالتنسيق الخماسي، النقابات بخمسة عندهم تنسيق خماسي، وحنا كاتحاد الوطني للشغل المغرب حنا لوحدينا، وقلنا لها لابد من الإشراك ديال هاد الفرقاء الاجتماعيين من أجل ديال أنهم يتشاركوا في هاد القضية في هاد الإعداد الامتحان القبلي ومن بعد، في حين نتفاجأ في الأخير أنها بعد ما خرجوا النتائج ديال الكتابي صيفطت لي دعوة باسم الكاتب الجهوي، وأنا كاتب جهوي في نفس الوقت أنا الكاتب الوطني، صيفطت لي تقول لي تحضر للشفاوي. واش أنا حضرت بعد الكتابي باش نحضر للشفاوي؟ ما حضرتش. هناك بعض الأمور، هناك بعض الاستياء في صفوف ديال بعض الموظفين وبعض الموظفات اللي اليوم وقع لهم انحباط كبير جدا على مستوى هذا الامتحان ديال الكفاءة المهنية، في حين إلا سولتوا الموظفين اللي اليوم يمارسوا عليهم من قبل بعض الرؤساء الابتزاز أنهم ما يخرجوش للوقفة الاحتجاجية، وهذا دليل، هذا دليل على أن الرئيسة حاولت وتحاول إقصاء أن يوصل الصوت ديالنا للرأي العام المحلي والوطني. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.